إخواتي إخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن اليوم سنتكلم عن التأشيرات، كما هو واضح في الفيديو، من التأشيرة إلى الإقامة. أي سنتكلم عن أنواع التأشيرات أو بصفة عامة كيف تأتي التأشيرات، وكيفية عمل تأشيرة لشخص ما، وعند وصول الشخص إلى داخل دولة قطر كيفيات أو ما هي الإجراءات التي يجب تتبعها حتى عمل الإقامة لهذا الشخص. إذن دعنا نتكلم في فيديو اليوم عن التأشيرات سأتكلم بعجالة، لأنه بعدين سنعمل درس خاص بالتأشيرات وكيفية طلب التأشيرات إلى آخره. فإذن لفهم الموضوع، فالمحتوى سيكون عبارة عن 5 فيديوهات. الأول يتكلم عن التأشيرات زي ما حكينا الحين، والثاني الفحص الطبي، بعدين البصمة، بعدين عقد العمل، بعدين الإقامة. هذه بصفة عامة هي المراحل التي تمر عليها كل إقامة داخل قطر مهما كان نوعها. لا بد لأي مقيم داخل دولة قطر أن يمر من هذه المراحل، ألا وهي الأول التأشيرة، ثم الفحص الطبي، ثم البصمة، ثم عمل عقد عمل، يتم عمل الإقامة له بعدين. إذن فسنتكلم هذا حاليا بخصوص التأشيرات. بالنسبة للتأشيرات، نعم، فالدرس سيكون حول التأشيرات، أو الموضوع اليوم ليس الدرس، سيكون بخصوص التأشيرات. سنتكلم عن أنواع التأشيرات أو بصفة عامة تأشيرات العمل، لأنه موجود عندي فيديو من قبل أتحدث به بالتفصيل عن أنواع التأشيرات اللي هي زيارة أو إقامة أو بيزنس إلى آخره. فسأكتفي اليوم بعمل خلاصة للموضوع الذي تكلمت عليه من قبل. هنا كما تلاحظون، فأحاول أن أشرح بالضبط كيفية العمل. حاليا عند إنشاء أي شركة بقطر، وبعد عمل قيد المنشأة، بالضبط قيد المنشأة تبع الشركة، تحديث بيانات الشركة، فيمكنك عمل طلب عمالة أو ما يسمى بالإي سي، لأنه كل الطلبات على إدارة العمل بتكون برمز الإي سي. فطلب العمالة، عند عمل طلب عمالة بإدارة العمل تختار الجنسيات التي تريدها، وكذلك نوعها، هل تريد ذكر أو عنصر نسوي، كذلك البوزيشن أو الوظيفة، ما هي الوظائف التي تريد. مثلا تختار وظيفة شخص أردني كمشرف، فبنختار العدد اللي المعاد بالنسبة للشركة حسب متطلبات الشركة بطبيعة الحال. بعد ذلك عند موافقة على طلبك من طرف إدارة العمل، يصبح لديك في بي أو موافقة عمل. هذه الفي بي أحيانا يكون موافقة عمل واحدة أو يكون 2، مثلا كل واحدة فيها عدد من التأشيرات مع الوظائف تبعهم بالضبط. فأحيانا مثلا يكون في بي للعنصر النسوي وفي بي للعنصر الرجالي أو غير، مش بالضرورة يعني بهالطريقة. إذا لمفهوم أكثر، فلدينا كل في بي يحتوي على عدد من التأشيرات، فكل تأشيرة، يعني كل تأشيرة لدينا قطر هي مربوطة بفي بي، اللي هي في الأصل أنه كل إقامة أي إقامة موجودة بقطر مهما كان نوع، أتكلم عن الإقامة تبع المقيمين بالضبط، فهي في الأصل عبارة عن في بي، اللي هو إصدار موافقة عمل من وزارة العمل لتحول إلى تأشيرة وتحول إلى إقامة. فمثلا عند نقل الكفالة، نلاحظ أن الرسالة التي تأتي من الجوازات هي عبارة عن في بي نمبر بالنسبة لك، اللي هو رقم الموافقة لأول مرة جئت بها إلى قطر.
فهاي الموافقة تتحول معك حسب الشركة اللي مثلا لو عملنا نقل كفالة من شركة إكس إلى الشركة إيجاي، فالفي بي عندك في الأول كانت في الشركة إيجاي بتحول إلى الشركة عن إكس بتحول إلى إيجاي. إذن هنا عن كيفية إدخال بيانات تأشيرة، يعني مثلا عندنا طلبنا تأشيرات من قبل ولدينا موافقة ولدينا تأشيرات، فأول مثال سأخذه هم تأشيرات الكيو في سي. بالنسبة للكيو في سي، الناس اللي بتسأل ما هو الكيو في سي أو مركز تأشيرات قطر، يمكن توضيحه بعدين في فيديو راح تلاقوه إن شاء الله بأسفل الفيديو، لأنه موضوع تاني ففضلنا أنه نكلم عنه. إذن بعجالة أو بخلاصة، الكيو بي سي هما مراكز لدولة قطر موجودين بالدول اللي هما نفسهم بالنسبة للدول اللي عندهم عمالة بشكل كبير تأتي إلى قطر، مثلا الفلبين، الهند، وهما 5 أو 6 دول حاليا: الفلبين، الهند، بنغلاديش، نيبال، باكستان. إذن فمثالنا اليوم سيكون بخصوص الكيو في سي. العملية سهلة، سندخل إلى موقع وزارة الداخلية اللي هو هذا اللي الكل يعرف الموقع. هنا نجد الخدمات الإلكترونية وندخل بطبيعة الحال تسجيل دخول ببطاقة الشخص المفوض بقيد الإنشاء. إذا هنا سأدخل بالبطاقة اللي سأخذ منها مثال كما تلاحظون. هنا يعطيني الشركات المتواجدة، فسأختار واحدة من الشركات، يعني مش إنه كذا مثال. ندخل منشأة هون كمان ونختار اسم الشركة الذي نريد أن ندخل بها. إذا هنا اختارين الشركة، هون صلاحية المستخدم موجود اسم الشركة كما تلاحظون. ندخل إلى خدمات الاستقدام وسمات الدخول، إصدار سمة، استنفاذ موافقات الاستخدام التي تكلمنا عليها من قبل. سنختار موافقات موجودة، هنا نلاحظ أنه لديها في بي أو موافقة وتاريخ إصدار بتاريخ انتهاء، ستنتهي بعد يومين أو أكثر. إذا لما دخلنا باسم الفي بي كما لاحظتم هنا يوجد عفوا سريلانكا كمان موجودة بالكيو اس. هنا التأشيرات المتوفرة لدي مع الجنسيات كما تلاحظون: سريلانكي، لبناني، نيبالي، فلبيني إلى آخره على حسب. وهنا العدد المستهلك، وفي الجهة الثانية العدد الباقي، كذلك يوجد الجنس تبع التأشيرة. إذا ما دمنا نتكلم عن الكيو بي سي، سأخذ نيبال أو سريلانكا كواحد من، سنأخذه مثلا نيبال التالي. وهنا ندخل الاسم الأول كما هو موجود بالنسبة لجواز السفر. هنا أحيانا يكون مشكل في الأسماء، فممكن فقط على جوجل تعمل ترجمة على الاسم بأول لتر من الاسم بالعربي، هاي كافي يعني. إذن نأخذ جواز السفر، مثلا عندي هذا الشخص اسمه مثلا محمد. الاسم الثاني، الاسم الأول اللي هو في الباسبور طبيعة الحال بيكون الجيفن نيم، الاسم الثاني والثالث والرابع. هنا في اختلافات، في دول لديها هذا الاسم، في دول ليس لديها، مثلا احنا كمغرب لدينا الاسم الأول واللقب دايركت، في مثلا لبنان في عندهم الاسم الأول، اسم الأب إلى آخره.
دول الخليج كلها، مثلا تونس فيه بالعربي، لكن إيه كإنجليزية أو لغة أجنبية بيكون بس اسم النسب. إذا بالنسبة مثلا بنتكلم عن هون نيبال أو باكستان، أو فيرجى الملاحظة أنه في الصفحة الثانية من جواز السفر في شيء اسمه فادر نيمز، فادرز نيم، أي اسم الأب. فهون لو مش موجود على الباسبور دايركت نكتب اسم الأب. مثلا هون عندي اسمه جونال أو جونيال، ثم السيرنيم اللي هو الاسم الخامس اللي هو اللقب بالنسبة للدول الفرنسية أو اللي عندها ثقافة فرنسية، بيكون اللقب. فهون مثلا لقب هذا الشخص إسلام، ندخل هنا نفس البيانات بالإنجليزي، ليس لديه اسم الأب فقط. لو الاسم الأب مركب أو الاسم طبعا تبع الشخص مركب، يفضل أن يتم في خانتين أفضل، أفضل هاي لأنه أحيانا بالنسبة للكيوي سي لا يقبلون اسم مركب، بالأخص بالإنجليزي، لأنه لما راح تحوله بالإنجليزي راح يجي يأتي كله مع بعض، يعني راح يكون أتشد مع بعض. إذا سأخذ بيانات، مش متعرف أن صحيح البيانات، فقط لمثال مكان الميلاد نعمل نيبال، جواز سفر سأختار أي رقم، صلاحية الجواز لازم صلاحية الجواز تكون أكثر من 6 شهور، فصراحة نعمل 23/1. رقم تليفوني مش مشكل. فهون سنختار صورة من جواز السفر، سأختار أي شيء، بس هون لازم تختار صورة جواز السفر، لو مش موجودة ما سوف يرجعون لك التأشيرة، فأحسن أن يكون جواز السفر. بعد نعمل استمرار، يأتي هنا البيانات المستوى التعليمي، مثلا طباخ أو على حسب المهنة. أنا شخصيا بسوي غير محدد، مدة العقد التي ستكون 5 شهور، مدة التجربة مثلا 3 شهور. الآن في عندنا الراتب، إذا كما نلاحظون الحد الأدنى للرواتب في قطر اللي هي 1000 ريال. مثلا الفلبين الحد الأدنى لدى دولة الفلبين هي 400 دولار، التي تقارب تقريبا 1800. هل سيتم توفير السكن؟ نعم، في حالة لا لازم ندخل بيانات القيمة، كم السكن كحد أدنى 500 ريال، أو نعمل فقط نعم. بالنسبة للطعام نفس الشيء 300 ريال في حالة لا، أو نعم تم توفير. لو في بدلات أخرى، مكان السكن سأعمل أي مكان، الأكوموديشن تبع الشخص وين بالضبط، أنا بعمل أي رقم لأنه هنا بس بنفسر يعني بنشرح الفيديو. إذا ورقم المبنى، مدة التذكرة تبع الشخص جاي القطر سنة سنتين أو أكثر، فسنتين أو كل سنة، كل سنتين. بعد ذلك التالي هنا، لأنه العنوان أخذته غلط فسأخذ عنوان في مبنى. إذا هنا نراجع البيانات بعد مراجعة تعهد وتأكيد المعلومات. بعد التأكيد سيأتي، في حالة كان الشخص موجود قطع من قبل سيأتي لك رقم الفي بي أو رقم التأشيرة. هون يصبح رقم تأشيرة لمتابعة الطلب من طرف الجوازات. إذا هذه المراحل التي شفناها مع بعض هي مراحل تبع الكيو في سي. الآن سنتكلم عن التأشيرات خارج الكيو في سي، مثلا لبنان، المغرب، تونس، مصر، أي دولة من غير الموجودة بالكيو في سي. فهون بسيطة، نفس البيانات ندخلها، لكن
بيانات الرواتب هاي في حالة الشخص كما قلنا لا يوجد دول كيو في سي، فتأتينا بس إدخال البيانات، تدقيق البيانات وفعل تأكيد الطلب. إذن تكون بس هذه المرحلة التي تكون في الجنسيات الثانية. مثلا لو أخذنا هنا لبنان، لاحظ معي في البيانات بس بتدخل البيانات تبعه، بيديك تأكيد تدقيق البيانات من غير هذه المرحلة وتخزين البيانات. إذا كنا نتكلم حاليا عن التأشيرات، وبطبيعة الحال قدمنا الطلب، قدمنا عفوا قدمنا إلى إذا كما لاحظتم هذه طريقة عمل التأشيرات بقطر بصفة عامة وبعجالة، يعني ملخص للتأشيرات. نراكم في الحلقة القادمة أو الفيديو القادم الذي سنتكلم عليه عن إجراءات ما بعد الفيزا، وشكرا لكم.